ذهب بعنا وذهب وحنا عارفين قاتل ذهب ولكن شنو صبر نشوفها عاد تسقى بنزين ها ها قاعد ديالك هذا ها شنو تقول شنو فيك شنو في الوقت يطبع انا بعد لي يطبع شفته جبت خوه لان الحقيقه اللي انت حابينها ربي عطيك انا روح لك انا هذا بحالي كندير واش خلف رجلي حتى رجلك ما دخلت في الحال كتنوز نشوف واش صحيح دابا وليتي كتشد بلا ما تقدمتي بزاف بزاف واحد ذهبي كيدير الهميزة يعني داك دوزيام هذا هذا غلا من هذا ماشي غلا حيت شوف انا نقول لك شنو كاين هذا شوف هذا يديك شوف شنو وقع دابا هذا فيه 20 غرام وهذا فيه 27 يشري لي باك فيه 27 غرام ولكن هذا تتقام عليا ب 10600 درهم ولكن شو طايح في الميزة طايح في طايح في الثمن في الجرام في الشراء طايح على هذاك اللي شرى لي بابا ناقص عليه الثمن كيفاش تمشي تبيع يجيبك السمك شنو عدد بابا؟ لا بآخر هذا لا راه طايح شاريه برا فخانة تبيعيه بالغلا زعما يعني ما يمكنش نبيعو بداك هكاك هاك واش فهمتي؟ على الأقل جبنا في الوصول شوفي انا فرحانة جدا 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 انا لقيت فرحانة انا لقيت خو واخا فيه 20 غرام كنت باغية 27 ولكن هذا قديم ديال شي وحدة من داك الذهب القديم صدمك انا وانا كيعجبني داك الذهب القديم كيعجبني بزاف ديال حلقة البارح هادي ثاني حلقة كتمشي ان شاء الله تلقى خوه وخو شوف ماشي جديد ما بغيتش انا نجيب جديد لان قال لي ولد يعني نصاوبوا لك لا انا كنجمع خوتو القدام يا داك الذهب القديم دابا هذا شراه لي سيما هو القديم يعني الذهب القديم داك الشيء زوين هذا الثاني عاوتاني الذهب القديم ان شاء الله العقبه الثالث والرابع والخامس والسادس ان شاء الله ان شاء الله يا ربي عقب فين؟ زوين هذا 20 دراسه ايوا صرا ما قلت لك شري بحال شري من عندك شري الله شري بهادي ديالو شري من عندك بهادي ديالو لا انا سالت جدا دابا غادي نمشيو للمحكمه قبل المحكمه عندي محامي اللي ماشي مسائل عليه ما عنده تصرف راسكم باي باي السلام عليكم ورحمه
ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا مشاهدي الكرام، أهلا بكم جميعا، شكرا للتواجد ديالكم في هذه القناة. برغم القلة ولكن ماشي مشكل، مع الوقت غادي نكبروا. برغم أنني كنت من 2018 وأنا في هذه القناة، لكن ماشي مشكل، درجة بدرجة غادي نكبروا. بالنسبة لهذا الفيديو السابق كدهار لنا أن لبنى عاشقة للذهب، عاشقة للمعدن اللامع، المعدن الذي لا يتغير. فكنتمنى أن يكون الإنسان كذلك هكذا لامع وصادق ولا يتغير بالرغم الظروف وبالرغم الأجواء وبالرغم المشاكل والصعوبات. فالذهب هو واحد المعدن اللي مهما درتي له الجافيل، درتي له الصابون، درتي له الماء الساخن، الماء البارد، ما كيتغيرش، كيبقى دائما لامع وفي البريق ديالو. فكذلك كنتمنى ان الناس يكونوا كذلك نفس الشيء، ما يتغيروش كما تغيروا الباقيه اللي خرجوا من هاد المجموعه والتحقوا. ما عرفناهمش باش التحقوا، واش غادي يلتحقوا بالضفه الاخرى ولا غادي يكونوا عندهم ضفه خاصه بهم. يعني كل واحد عنده الحريه ديالو انه يلتحق باش ما بغى، هو حر انه يعبر عن نفسه بالطريقه اللي كيبغي. ربما ما شافش الحق في هاد الضفه ولا في الضفه الاخرى، ربما عنده ضفه ثالثه يمكن يلقى فيها الحق. ربما شاف بانه الى كيف كنقولوا حنا خالف تعرف، ربما الى خالف انه يعرف اكثر. فاحنا يعني بالنسبه لي انا مع الحق. يعني بالنسبه لي انا الحق هو ان الامه ما تشهرش بنتها، الحق بان المشاكل الخاصه تناقش بين العائلات من دون ما تشير، يعني ما توصل للناس الاخرين، لان هذيك خصوصيه، هذيك مسائل ربي قالنا تسترو، ما خصناش نفتحوا بعضنا. فالدين الاسلامي هو دين الحق ودين العدل. فاذا شتي بان الام اللي من المفروض انها تكون متستره على مشاكل الابناء ديالها كتشير وكتشهر بالابناء ديالها، فهذا يعني تقول عليها سلام. فبالنسبه للذهب، نرجعوا للذهب. الذهب اللي شرات لبنى غادي يعني غادي تاكل على الدق، لان الحاسدين والحاقدين كثيرين، فغادي ينتقدوها، غادي يقولوا لها هذا ماشي وقت ديال الذهب، واش انت كتشكي بان ما عندكش الفلوس وفي نفس الوقت كتمشي تشري الذهب؟ غادي يقولوا لها بان الفلوس ديالك يعني ما كتستعملوش، يعني ما كتصرفش على الدار. غادي يقولوا لها يعني غادي تكون بزاف ديال الاقاويل. لكن الحقيقه ان حنا كنشوفوا بان لبنى كتعمل دائما لايفات، واللايفات يمكن تعمل جوج ثلاثه في النهار، وعندها متابعين كثار ومتابعين من الخارج، يعني ان مداخل يوتيوب عندها مداخل مهمه. فما نكذبوش على بعضنا وما نكذبوش على لبنى، لان لبنى هي كتعرف هذا الشيء هذا بلا ما نكذبو. ولكن كاين فترات اللي كتكون مشاهده قليله وفترات اللي كتكون مداخل اليوتيوب قليله. هذه بالنسبه يعني للقنوات الكبرى اللي عندها مشاهدين كثار واللي عندها مداخل كثيره. فاليوتيوب هو طالع نازل، ولكن في فتره الصيف انا لاحظت بان المشاهدات قلت بزاف، و يعني مداخل بالنسبه حتى للقنوات الكبرى نقصت لهم، ولكن ما غادي نقص لهمش بحال يعني اللي عاد مبتدئ. ف هي من حقها انها تانفيستي في بالفلوس ديالها، من حقها انها تشين راسها وتفرح براسها. هي كتقوم بالمهمه ديالها كزوجة الاب المثالية، انا كنقولها كنسميها مثالية، لان ما كاينش زوجة الاب اللي غتحتضن البنات والاب ديالهم في السجن وتصرف من مالها الخاص وتبقى محتضنة عليهم هاد المدة كاملة، ويعني وحتى الأشغال البيتية كتقوم بها مع هاداك المساعدة. معرفش واش هي دائما معهم، ولكن بانت في القناة أنها عندها شي مساعدة كتعاونها. ف يعني مخصش الإنسان ينتقد واحد المسائل اللي هي خاصة جدا. حنايا اللي كيهمنا هي قضية زين المحارم، نوصلوا معها حتى للأخير باش نعرفوا واش حقا السيد بوكريشة او السيد محمد الزهري هو بريء، او كما قالت لهم انه ربما يعني يكون مشكوك فيه. ولكن انا الاكثر والصدق، يعني كنشوف داك الشخصيه، داك الانسان، المعامله ديالو مع البنات ديالو، مع الاطفال ديالو، الاحتضان ديالو
هاد الابناء بالرغم من الظروف الصعبه واللي خرج فيها في 12 الليل من البيت، دائما كنرجع هاد السن تلاميش. حقيقه هاد الظرف هذا اللي عاشت في الاسره المغربيه هو ظرف كان صعب، انك تخرج من البيت ويلقى بك خارج البيت انت واربعه الاطفال، فيعني هذه ما فيها لا رحمه ولا شفقه. مهما عملت هاد الام انا دائما كنشوف بانها ما فيهاش الرحمه ما فيهاش الشفقه. ما عرفتش من المشكل ديالها، واش عندها مرض نفسي، واش هي انسانه ماشي طبيعيه، الله اعلم. واش هي بيبولار، كاين واحد النوع ديال المرض النفسي اللي كيكون واحد الوقت الانسان كيكون فرحان وعجبو الحال وهادي، ومن بعد كيجي واحد المرحله ديال الاكتئاب ومرحله ديال الهلوسه، فربما هي عندها هاد كتعاني من هاد المرض ربما، يعني شي مره هكذا مره هكذا. المهم انا مازال كندرس الشخصيه ديالها بهذا. أتقولوا لي علاش كدرس الشخصيه ديالها؟ انا عندي التكوين ديالي في المسائل النفسيه، يعني كندرس هاد المسائل النفسيه، فكان اي واحد كنشوف له هاد يعني النفسيه ديالو كيفاش كيتعامل بها، والسلوك ديالو شنو السبب اللي كيخليه يتصرف بهذا التصرف. يعني كل تصرف عندنا الا وعندو واحد ظروف نفسيه، والظروف النفسيه بطبيعه الحال كتكون ناتجه عن الطفوله وعن التربيه وعن مشاكل، يعني اما كتكون وراثه من الاهل واما كتكون امراض نفسيه فقط هكذا. ف دائما كنشوفوا حنايا يعني الشخص ماشي كشخص هكا منفرد، وانما كان دائما كنرجعوا من التاريخ التربوي ديالو، كيفاش تربى، واش من بيئه عاش، وكيفاش كانت معامله الاباء معاه، لان هذا كامل كيأثر على الطفل وكيعطيه واحد الشخصيه اللي كيتعامل بها في المستقبل. فكنقول بين قوسين لبنى بصحتك دبليج ديال الذهب، درتي بنصيحه المتتبعين ديالك اللي كانوا كيقولوا لك ديري علاش ترجعي، ففرحتي براسك وبصحتك ومن حقك. ودائما يعني الانسان يبغي الخير للاخرين، لان الطاقه الايجابيه هي انك تبغي الناس وتبغي لهم الخير وما تبغيش الشر لاخك المسلم. للاسف كنا كنتمنى نكونوا يعني داعمين كذلك للام سعاد، ولكن لان الحق لابد الانسان يدعمه، من دعموش الشر، ولكن بين قوسين انا مأكدة بانها هي غير على حق، لان الصوره ديالها مقارنه مع بوكيشا مختلفه جدا. بوكيشا شخصيه ديالو شخصيه ديال الانسان المتزن، انسان صادق، انسان كيتعامل بعفويه، والعفويه ديالو هي اللي ورطاتو. كنتمنى له انه يخرج من السجن قريبا ويعود الى الاسره.